أقام مهرجان ربيع أبو ظبي التسويقي الأول ابتداءً من 26/3 وحتى 4/4/2009 بالقاعة رقم 8 بأرض المعارض بأبو ظبي يومياً من الرابعة عصراً وحتى 11 مساءً. تمتعوا بالتسوق في الأجنحة المتنوعة: الإمارات، سوريا، لبنان، الكويت، مصر، المغرب، الصين، وجناح خاص بسيدات الأعمال وجناح الذهب. كاميرا قناة ديرة كانت هناك وكان لها هذه اللقاءات من داخل مهرجان ربيع أبو ظبي التسويقي الأول. محمد سعيد اسمي. حاجاتنا فيها دول سوارفسكي منزلين مجوهرات تقليدية طبعا، وفي عندنا نحن وكلاء الشنط ميوميو. هاي المشاركة الثانية لنا بهذا المعرض بالنسبة لأبو ظبي، ربيع أبو ظبي أول مرة. أكثر الزوار اللي بيقبلوا على معروضاتك طبعا أكيد من النساء. أكيد طبعا، أكيد كلهم من النساء، وهذول كلهم أجمل شيء وأحدث شيء منزلينهم بهون بهذا المعرض. الإقبال إن شاء الله كبير، لأن هون عاملين خصومات، عرفتي، من 20-40% خصومات. الماركات في عندك ميوميو، في عندك الكارتير، في عندك هذا هون كله حجر بلجيكي وتصنيع كله إيطالي بالنسبة للمجوهرات. طبعا كله أصلي أكيد، والإقبال إن شاء الله إيه أكيد حلو، لأن هون عاملين من 20-40% خصم عن أسعار برا. مثلا في عندك هلا مثل هذا الطقم هون، هذا تكلفته 4000 درهم كان، هلا عاملينه 2800، فعاملين خصومات ان شاء الله حلوه بالنسبه للمعرض ربيع ابو ظبي. بنشكر اداره المعرض شركه الرويال لتنظيم هذا المعرض. قولي لي انت ازاي سمعتي عن المعرض وايه اللي خلاكي تقرري تيجي تزوريه النهارده؟ يعني عن طريق اختي خبرتني وصحباتي والاعلانات انه في معرض في ارض المعارض، فجينا لهون. يعني في اللي هم حاطين اللافتات في الشوارع وهيك عليهم انه في معرض برد معارض، ومنها اجينا. بس انت جايه المعرض يعني حاطه في ذهنك تشتري حاجه معينه، ولا قلتي هتشوفي واللي هيعجبك تشتري؟ لا، حاطه في بالي بالشنات، اكسسوارات، البخور والدخون عندهم هذول حلوين، ويعني اشترينا اغراض كتير. قولي لي وانت جايه للمعرض حسيتي ان في صعوبه في انك تركني؟ مش لاقي مكان للسياره ولا ايه؟ يعني في كثير باركينات، وفي يعني اوكي، وفي المدخل الرئيسي اصلا اوريدي اللي دخلنا منه. يعني حسيتي ان الوصول للمكان مريح؟ ايه بالضبط، نحن اقرب منه. سمعت ازاي عن المعرض النهارده؟ في الصحف، في اعلان يعني على في الصحيفه. ايوه، والاعلان شجعك انك تيجي تزور المعرض؟ نعم، شجعنا على اساس انه نشوف المعرض كترفيه اولا، وكمشتريات البيت بعض الاشياء اللي لزمناها. تنظيم جيد، والإدارة يعني مشكورة على الجهد اللي تقوم فيه بالنسبة لتنظيم السيارات. في كادر كبير من الموظفين بيخدموا الناس، بيرشدوهم يعني، والأسعار معقولة جيدة، يعني كل شيء طيب يعني صحيح. صراحة كل حاجة إنه تنظيمه جميل وفقت حلو، يعني بنقدر نيجي في أي وقت لأنه قريب، وكمان المعروضات يعني حاجات ما بنلاقيهاش في أي مكان، فيعني حلو صراحة جميل. المعروضات الموجودة هنا مش بتلاقيها في أي مكان؟ أيوة، يعني في حاجات معينة بنلاقيها بس في المعارض، يعني مش دائما مثلا حاجات الغريبة كده، يعني ما بنلاقيها في الأسواق العادية، فبنضطر نجي المعارض، والحمد لله يعني دائما متوفرة فما بنخافش في الحاجات دي. قولي لي سمعتي ازاي عن المعرض؟ صراحة احنا سمعنا قبل، لأنه الأسبوع الماضي كنا في معرض الكتاب وقالونا في معرض جاي، وكمان اللي أكدنا كمان انه شفنا في الجريدة مكتوب انه في معرض، فحبينا انه نيجي يعني ونشوف الحاجات. عجبك التنظيم؟ سهل انك توصلي لمكان المعرض؟ سهل تصفي سيارتك؟ الاسعار حلوه؟ كلميني عن المميزات اللي عجبتك في المعرض. هو من مكان صراحه جدا جميل، لانه مش في نص ابو ظبي، يعني مش في الزحمه، يعني بعيد شويه، والصفات جميله منظمه، وصراحه انهم موظبينه كده مصغرينه، مش واسع قوي، يعني تلاقي المحلات قصاد بعض، مش بنحتاج نمشي مسافات كبيره. ده يعني حلوه من مميزات المعرض. انا شادي من شركه، احنا اسمنا البازار التركي، واحنا جماعه معارض مشاركين في المعارض، في اكثر من معارض في كافه امارات الدوله، يعني مش بس في ابو ظبي. شاركنا في الفجيره، في احنا كنا منظمين البازار التركي في القريه العالميه اذا عندك خبر. والحمد لله يعني بتهيالي معرض ابو ظبي كان مميز السنه هاي، او الفتره هاي كانت مميزه عن غير معارض. يلا لاحظنا الاقبال هون ما شاء الله مثل اول او مثل السنين السابقه، بس كان في الفجيره مثلا او في معارض مثل مهرجان ربيع القريه العالميه لسه يعني الوضع
مش توب او مش مثل الاول، مش مثل السنين اللي فاتت. بس بينما في ابو ظبي انت شايف الاقبال والناس والحركه مثل ما هي يعني، واحسن ان شاء الله يعني متفائلين. بينما احنا منتجنا، احنا هدفنا الرئيسي طبعا الدعايه والاعلان لشركتنا شركتنا ومنتجنا. احنا عندنا شغالين بنعمل الجلسات العربيه والمغربيه والتركيه، طبعا بنفصل الستائر وعندنا الاكسسوارات التركيه برضو. فهدفنا الرئيسي في المشاركه بمعرض مثل هذا انه نورجي الناس شغلنا، نورجي الناس منتجنا، والهدف الرئيسي مثل ما حكيت لك الدعايه والاعلان يعني. فكان وجهتنا لابو ظبي لانه مثل ما انت شايفه الحركه مثل ما عدت يعني، مثل ما قلت بالاول الحركه ثابته ولسه مثل ما هي، الناس لسه بتزورنا في المعارض ولسه بتيجي غير عن بقية الإمارات يعني، عرفت كيف؟ فواجهنا صراحة المشكلة هاي في بقية المعارض، بينما في أبو ظبي الحمد لله كل شيء مثل أول وأحسن. قولي الدعاية والإعلان عن المعرض ومعرفة الجمهور بالمعرض أنت شفته إزاي؟ هل حسيت أنه كان ليه فايدة كبيرة؟ بتهيالي هالشي واضح لانه ما في معرض من تاني يوم بيجي عدد الجمهور او عدد الزباين اللي بتيجي المعرض هذا يعني. صراحة احنا شخصيا تفاجأنا يعني، احنا مشاركين في معظم المعارض وبنعرف كيف نقيم الزباين اللي يعني من اول يوم ممكن تقيم المعرض هو دعايته ناجحة او دعايته فشلت. فالحمد لله المعرض هذا بتهيالي ناجح جدا كان، لانه من اول يوم حتى مبارح كان في بعض محلات لسه مش جاهزة ولسه ما افتتحوها والناس بلشت تيجي، والحمد لله اشتغلت، في ناس كتير اشتغلت منيح يعني. معي خالد مدير مجوهرات الحج. اوكي، نحن دائما معارض ابو ظبي بتكون مميزه بالنسبه لنا، دائما الاقبال شديد والاقبال جيد جدا بيكون، ودائما منظم طارق عامر ان المنظمين من معرض الربيع لاسواق عربيه لرمضان ابو ظبي دائما بيكون عندهم حس عالي بالتنظيم وتوقيت المعارض، فالحمد لله دائما بتكون معارض ابو ظبي ناجحه. انت بتستفيد قد ايه من التنظيم اللي في المعرض، من مميزاته كعارض وكمشارك؟ يعني الاستفادة عم بتكون عالية جدا بالنسبة للدعاية، كدعاية لأنه عم بتكون، لأنه عم بيكون إقبال عالم شديد جدا، هيدي بالنسبة للاستفادة من دعاية. وغير هيك بالنسبة للمبيعات، المبيعات الحمد لله دائما بتكون بمعارض أبو ظبي عالية جدا. الحمد لله نحن صلنا أكثر من 9 سنوات بنشارك بمعارض أبو ظبي، ومن كل سنة لسنة عم نشوف نسبة العالم والإقبال عم بتكون أشد من السنة اللي قبلها. جات لك زبونة أهي، أهلا، اسمك إيه؟ غنوة. عندك كم سنة يا غنوة؟ 8. طب قوليلي ليه وقفتي هنا وقعدتي تضحكي وتشاوري الماما، إيه اللي عجبك هنا؟ عجبني الإكسسوارات دي، الساعات لل... بس دي مجوهرات مش إكسسوارات. المجوهرات. عجبتك؟ آه. طب نادي ماما بقى تقولينا إيه اللي عجبها؟ إيه اللي عجبك يا ماما؟ عجبتني الساعات والمجوهرات. أي ساعة عجبتك؟ في من هذا النوع. تعالي لنا كده جوه نشوف النوع اللي عجبك. ايه اللي عجبك بقى؟ هاي الساعه، وهي الساعه هاي. قولي لي انت ازاي سمعتي عن المعرض؟ عن طريق الجريده. عن طريق الجريده وفورا لبيتي الدعوه؟ طبعا كنت الاسبوع اللي طاف كنت هون مشان في معرض الكتاب وجيت اشتريت كتب، طبعا لاني انا بشتغل في ميدان التعليم، جيت وأخذت بعض الكتب لبناتي، وفي نفس الوقت أخذت فكرة عن الأسعار لأني أنا كمان مشتركة في شراء الكتب لمكتبات المكان اللي بشتغل فيه، يعني المدرسة اللي بشتغل فيها. وإيه اللي لفت؟ أنه فيه معرض مباشرة بعد معرض الكتاب، فيه معرض الربيع، فقلت يلا خلينا على الأسبوع الجاي بنجي من نشوف شو فيه، إذا حبوا شيء الأولاد بشتري. عجبك المعرض؟ لفيتي في الأقسام وشو؟ هلا جيت يعني هاي شيء 10 دقائق ولا لما دخلت. إيه اللي لفت نظرك في المعرض؟ لقيتي مكان تركني سيارتك؟ طبعا في الباركينج معرض كتير منيح مرتب، وفيه كتير عارضين وفي أشياء كتير حلوة فينا نشتريها. خليل إبراهيم. زيارة المعرض، معرض يعني متنوع حلو. إيه اللي عجبك فيه؟ والله تقريبا في أشياء كتيرة يعني حلوة. زي إيه؟ في بعض المنتجات اللي هي العربية، الملابس حلوة. سمعت عن المعرض إمتى وإزاي؟ من أسبوع تقريبا عن طريق جماعة يعني. لا هو عادة إحنا أي معرض بيصير بنزوره، بس المعرض هذا فيه يعني أصدقاء لينا قالوا لنا عنه، ف
فحبينا نيجي نشوف ايه في اشياء جديده يعني في المعرض. ومعاك الاسره بقى كلها، انت اسمك ايه؟ ابراهيم. ابراهيم، عجبك المعرض يا ابراهيم؟ اه. ايه اللي عجبك فيه؟ الملابس، العطورات، البخور. ياسر عندك كم سنه يا ياسر؟ 5. 5. مبسوط النهارده في المعرض؟ ايه اللي عجبك في المعرض؟ بلوزه، شبشب، اي شيء. اشتريت ايه؟ يشتاشا. انا اسمي طارق من شركه الشموخ، طبعا هي الشركه موجوده بدبي. طبعا هي الشركه طبعا تعتبر قديمه وتصنع عطور، طبعا كلها عطور فاخره. وطبعا احنا عندنا عطور فرنسيه وعطور عربيه، وعندنا مخلطات عربيه بالاضافه الى دخون. طبعا يعتبر الدخون عندنا والعطورات العربيه من افخر يعني من افخر انواع العطور. طبعا بيجي هذا العرض، بيجي عطر وفراش وبيجي دخون، هذا العطر اوكي، هذا طبعا هذا مخلط دهن عود، بيجي معه دخون. طبعا هو هذا مميزة الدخون، بيجي نفس ريحة العطر، يعني هذا الدخون بيجي نفس ريحة العطر، بيجي معه كمان عطر فراش كمان نفس ريحة العطر. ونحن نقدم مع يعني مع العرض نقدم معه هديتين، تيجي هو مبخرة، هاي المبخرة تيجي معه هدية. هذا العطر اسمه عطر معجبة، كمان عطر مخلط فرنسي، بيجي مجموعة من عطور، كمان عطور فرنسية بتضمن جميع أنواع رائحة الورود. بما أنه نحن بموسم بمعرض موسم الربيع بنقدم هذا العرض، هذا العطر كمان بتقدر تاخذي معه مثلا عرض، بيجي معه عطر فراش، بيجي معه دخون، كمان قدم معه هديتين اللي هو مبخرة كمان كريم. طبعا نحن أول مرة بنشارك بهذا المعرض بما أنه أول مرة يقام في أبو ظبي. طبعا هذا المعرض يعني يكون مميز، طبعا مميز بما انه مع قدوم فصول الربيع، فصل الربيع. وبالاخير بشكر إدارة المعرض على التنظيم المميز اللي هن عاملينه طبعا، وعلى طبعا بما انه بهالمعرض كمان انا شفت ظاهره كثير حلوه انهم عاملين باركينات للعارضين وللكاستمر. بشكرهم كثير جزيل الشكر، وان شاء الله باي معرض بيصير ثاني بابو ظبي انا حشارك من اول مشاركين. انت اسمك ايه؟ حسن. حسن جاي مع مين النهارده؟ شاور لي جاي مع مين؟ مع بابا وماما. فين بابا وماما؟ قولي لي ازاي سمعتي عن المعرض عشان تيجي تزوري النهارده؟ والله عن طريق الجريده مال وسيط، اليوم قرينا اعلانات في الجريده والاعلانات في الشارع. في الجريده. طيب قولي لي، انت طبعا بتسمعي عن معارض كتير صح، بس ايه اللي خلاكي تقرري تيجي تزوري المعرض ده بالتحديد؟ والله احنا دائما نجي هنا باستمرار للمعرض. استمرار بتيجي؟ ايه ايه، كل ما نعرف انه هو موجود نجي. طب ايه اللي عجبك فيه المره دي؟ والله اشياء حلوه اكبر هالمره صايره، وباركات سهله. يعني ايه اللي عجبك في تنظيم المعرض عن المعارض التانية اللي زرتها قبل كده؟ والله اهم شيء شفنا الباركات موجوده متوفره الحمد لله، هاي اهم نقطه هذه. والشيء الثاني نشوف يعني عازلين كل شيء، كل جهه معزوله، يعني مثلا الحاجات النسائيه معزوله، الالعاب مال الاطفال منظم اكثر، بحيث ان يبقى انت سهل انك تتجول بين الاجنب. بالضبط بالضبط، منظم اكثر. الحقيقة احنا يعني زرنا المعرض وشفنا قد ايه الجمهور والزائرين سعداء جدا بزيارتهم للمعرض وبتنظيم المعرض. فاولا بنهنيك وبنقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا كثير. نحن حطينا جهودنا كلياتها لنخرج معرض ربيع ابو ظبي للسنة الاولى طبعا، ونخلي المعرض يكون مميز من خلال اختيارنا للتجار من كافة الدول تقريبا، مثل مصر، سوريا، لبنان، الكويت، من الصين، بحيث انه يكون عندنا المعرض بشكل كامل يكفي حاجيات المواطنين وتلبيه لحاجيات المواطن بأبو ظبي، ويكون المنتج شعبي بمتناول اليد. بالنسبه لخطتك في تنظيم المعرض، ايه المميزات اللي حرصت انها تكون موجوده بحيث يلمسها الزائرين وايضا العارضين؟ هي عمليا انه حاولنا نوفر تسهيلات كامله، من باركن، من عمليه دخول وخروج الناس، من عمليه انه يكون الزائر لما بيدخل على المعرض انه يكون مرتاح هو بشكل طبيعي، نأمن الوسائل كلياتها اللي فيها تامين حاجياته بشكل مبسط.
وبالنسبة للعارضين إيه اللي كان متميز بالنسبة لهم في اشتراكهم للمعرض؟ اختيارنا كان طبعا للسنة الأولى مهرجان ربيع أبوظبي هو السنة الأولى أو الدورة الأولى. نحن كان الاختيار للتجار بشكل عام إنه يكونوا تجار مميزين، نقطة أولى. نقطة تانية إنه حاولنا نوفر للتاجر إنه بحيث إنه ما يكون في تعداد لنفس المنتج، اختيار المنتجات بشكل مبسط، اختيار المنتجات بشكل إنه تكون متكافئة مع المهرجان، بسبب إنه نحاول إنه ننجح المهرجان، وحاولنا إنه نعمل دعاية على مستوى أبو ظبي وعلى مستوى تقريبا دولة الإمارات والدول العربية الأخرى. وكان المهرجان كإقبال الحمد لله إقبال كان رائع. اليوم الأول هو تم الافتتاح أمس، واليوم هذا كان الإقبال عندنا كثير ممتاز، يعني بدل على الحمد لله على تعبنا وتعب الكروب أو الفريق اللي معنا اللي ساهم إنه ننجح المهرجان هذا. بالنسبة للمساحة وحجم المعرض، المساحة طبعا المعرض مثل ما انتم شفتوه المعرض هو كان صغير طبعا مش كبير، هي مساحته تقريبا شيء 220 شركة مختارة طبعا اختيار لأنه الدورة الأولى. الهدف كان هو السنة الأولى للمعرض هو إنجاح المعرض مشان يكون فيه على التوالي السنوات القادمة من إنجاح طبعا لنلمه لنضمن مجموعة أعمال اللي هي مهرجان شمس أبو ظبي اللي هو ب1/6 بالإضافة إلى مهرجان رمضان والعيد اللي هو كل سنة بنعمله نحن الوكيل الحصري له، ومهرجان عيد الأضحى اللي هما بأبو ظبي. عايز أعرف من حضرتك أهمية الدعاية في مثل هذه المعارض والمهرجانات. طبعا الدعاية هي أساس العمل بشكل عام، لأنه نحن لما بنقوم بأي عمل نتعب بالعمل لنحاول إنه ننهي بشكل مميز، واللي بيتوج لنا هالشيء هي عملية إنه نوصل العمل للناس من خلال الإعلان، اختيار وسائل الإعلان طبعا من ضمن تلفزيون ديرة كمان على بنتشكره على الإعلان الناجح اللي كان من خلاله، بالإضافة للإعلان المسموع والمرئي وغير المرئي اللي هو سبب نجاح هذا المهرجان. نقدر نتعرف من حضرتك على الجديد إن شاء الله في المواسم القادمة من خلال شركتكم وتنظيمها للمعارض؟ إن شاء الله عنا نحن شمس أبو ظبي هو حيكون ب1/6 إن شاء الله بالفريق ذاته بالشركة الأم اللي هي الملتقى للمعارض، حيكون عنا الافتتاح إن شاء الله ب1/6. تجهيزه رائع من الحين، نحن تقريبا شبه أنجزنا 70% من التجهيز له، بالإضافة إلى مهرجان رمضان والعيد اللي هو المهرجان الأم أو هو المهرجان الأفضل على مستوى الخليج اللي هو يعتبر ثاني مهرجان على مستوى الخليج بعد مهرجان القرية العالمية، اللي هو فيه التعب الكبير والإنجاز الحلو، بالإضافة لمهرجان عيد الأضحى كمان في أبو ظبي. في أي شيء جديد ومتميز في المعارض القادمة يعني نعمل سبق منك ونعرفها قبل ما نشوف؟ لا طبعا نحن عاملين أشياء مميزة كثير بمهرجان اللي هو شمس أبو ظبي، ونحن مخلينه دائما لوقته لأنه حيكون إن شاء الله شيء حلو كثير ومرحب فيه من الكل، ويكون شيء جديد بالنسبة للجمهور وبالنسبة للناس اللي متعامل نحن وياه. بشكرك جدا، وقبل ما اختم لقائي معاك احب اترك لك مساحه تحب ترسل رساله توجه تحيه تقول اي كلمه في ختام اللقاء اتفضل. طبعا احنا بنتشكر مؤسسه ابو ظبي الوطنيه للمعارض وعلى راسها سمو الشيخ الدكتور الشيخ سلطان على المساهمه اللي عم يقدم لنا اياها والتسهيلات من خلاله ومن خلال الصف اللي عنده من خلال السيد سايمون والمدام سو، بالاضافه للشباب البخين بشكل عام نحن بنشكرهم كثير، من فريق المسؤول عن الأمن عنا والسلامي، من فريق الإحراسات اللي موجود عنا هناك، من كل الناس وكل اللي ساهموا معنا بإنجاح هذا المهرجان نشكر الكل طبعا، وهذا شيء بيشجع دائما أنه نتعامل معهم لأنه هم دائما المعارض هي نافذة للعالم وهم فتحوا لنا نافذة كبيرة لنا كمان أنه نشتغل من خلالهم ونتواصل مع العالم. أشكرك جدا، بتمنى لك التوفيق ومرة تانية ألف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا كثير لنا وشرفتونا، أهلا وسهلا فيكم. طب قول لي عرفت ازاي، سمعت ازاي عن المعرض وعرفت مكانه وإيه اللي خلاك تيجي تزوره؟ والله دي يمكن تاني مرة أجي هنا أرض المعارض. تمام، أنا الصبح وأنا رايح بصلي فبيبقوا حاطين الجريدة الإعلانية بصراحة يعني، فبألف فيها فلقيت إعلان عن المعرض. تمام، فبصراحة المعارض هنا بتبقى كويسة، ففضلت ان انا اجي اشوف المنتجات الموجوده. تمام، واخد فكره لو عجبني حاجه اشتري. ايه اللي عجبك بقى في المعرض او ايه اللي لفت نظرك لما جيت تزور المعرض؟ المنتجات المصريه. والله المنتجات المصريه هنا كتير بجد. دي اللي لفتت نظري طبعا. اكيد طبعا المنتج المصري في كل مكان يعني، بصراحه دي حاجه اسعدتني يعني. نشجع بلدنا. اكيد بالظبط كده.
طيب قول لي بالنسبة للتنظيم، يعني لقيت مكان تصف السيارة، لقيت مثلا زحمة، لقيت سيولة، يعني دي حاجة أنا بشهد بيها في أبو ظبي هنا أو في الإمارات عموما، التنظيم بصراحة عالي جدا. تمام، فبصراحة جينا الناس محترمة جدا، في تنظيم، في كل حاجة موجودة يعني، فدي حاجة أنا بشهد بيها يعني بصراحة. أهلا بيكي، نتعرف عليكي. أربي يالمانيان، مجوهرات يالمانيان من لبنان. أهلا بك، كلمينا عن اشتراكك في المعرض، رأيك في التنظيم، الإقبال من الزوار. نحن مش أول سنة منشارك بالمعرض، جمالا نحن قلنا 9 سنين بالمعارض بالإمارات كلها، يعني كل المعارض نحن منشتركين فيها، بس حبينا نشترك بهذا المعرض بالذات لأن شجعونا أنه في إقبال، الناس تدخل كتير، فحاولنا نجرب أول مرة نحن هالسنة منشارك هيدا المعرض بالذات. أي الاختلاف في التنظيم في هذا المعرض؟ تنظيم أوكي، كل شيء منيح، الدعايات كل شيء منيح، ونشكر نحن للتلفزيون الدايرة عطينا فرصة سعيدة حتى نعلن عن دعايتنا وعن مشاركتنا. إزاي سمعتي عن المعرض؟ قريت في الجريدة. بالوسيط شوف. قريتي في الجريدة، جيتي فورا للمعرض؟ ايه اللي عجبك في تنظيمه وادارته؟ والله تنظيمه منظم وحلو كويس. حاسه انك انت قادره يعني تتفرجي براحتك مثلا؟ لا مريح، ما في ولا اي عائق، يعني الكل بيتفرج والكل بيشوف، ما في شيء. الاسعار منيحه حلوه. ايه كمان عجبك احكي لي؟ والله كله حلو منظم، المفروشات لحال، الاكسسوارات، هاي المواد الغذائيه كله. قولوا لي عرفتوا ازاي عن المعرض؟ والله عن الدعايه والاعلان عن طريق الراديو، عن طريق الاعلانات الموجوده في الشارع، وكمان كان في معرض هنا قبل كده، معرض الكتاب، عرفنا برضه عن طريق انه في معرض بيتأمن هنا في نفس المكان. وايه اللي خلاكي تفكري تزوريه على طول؟ عشان في مصر، فكنت جايه اشوف المنتجات المصريه. وحشتك يعني؟ جدا. بالنسبه للتنظيم وصف السيارات وتنظيم المعرض حاجه كويسه جدا في الشكل. والله سمعنا سمع طيبه الحمد لله، يعني سمعنا فيه على طول جينا. ايه اللي عرفك بيه؟ قريت عنه حد قال؟ نعم قريت عنه بالوسيط، وطبعا اصحابنا يعني دائما. بالنسبه لا، معرض كتير حلو كان، وجنه بالبسيط بالمجله الوسيط حطوا اعلان. ايه مميزات المعرض والاختلاف بين المعارض؟ طبعا اول شيء كتنظيم يعني كتير حلو، وكل سنه عن سنه متطور يعني الحمد لله، ونحن متابعين كل سنه طبعا بنجي على المعارض ونشوف المحلات ما شاء الله يعني كتير منسقه بطريقه كتير حلوه، يعني بحيث ما يكون في زحمه باي شيء. بالنسبه لي كتير حلو، في شغلات كتير موفره، يعني ما بغير معرض ما بتشوف فيها، يعني حتى اي بلد سوري او بلد عربي يعني بتشوف في شغلات موفره فيها، كتير حلو يعني المعرض. توقيت المعرض وميعاده ممتاز؟ لا منيح ما توقيته بهالفتره هي منيحه، لانه لقدام شوي الدنيا صارت شوب يعني واحد ما المساحه والله كبير كتير، يعني مساحته منيحه، يعني بالنسبه لمعرض كبير هيك منيح مساحته، يعني مو انه لا كبير ولا صغير، يعني بوصل. ألف مبروك على المعرض كمان. الله يبارك فيك، تسلم، شكرا. كلمنا عن الجديد والمتميز في معرض هذا العام. والله المتميز فيه هو المعرض طبعا، لأنه أول مرة بينعمل، الميزة اللي فيه أنه هذا التاريخ عادة ما بيصير فيه معارض بأبو ظبي، وهذا أول سنة له، والحمد لله طبعا نجاح، هاي اليوم الثاني له نجاح كبير الحمد لله، يعني لأول يومين لسه بمر فيه المعرض، ونتمنى أنه يستمر على هالشيء هذا إن شاء الله. الحمد لله نحن كجناح كويتي يعني ممتاز حاليا بالملابس النسائية، تقريبا أغلب الشركات اللي معنا ملابس نسائية وعطورات شرقية، صناعة كويتية، هذا 100% بيكون، بالإضافة لبعض الشركات الكويتية كشركات كويتية غير منتج كويتي. طبعا نحن بنشكر كل الزوار المعرض على زيارتهم، ونتمنى المزيد من الزوار كمان للمعرض، وطبعا بندعيهم انهم يشرفونا بزيارة المعرض هذا ويشوفوا شغلات جديدة ان شاء الله في غير عن المعارض الثانية. وبنشكر بنفس الوقت شركة ريال شو ورئيس مجلس إدارة السيد طارق عامر على إقامته لهذا المعرض، وإن شاء الله بنتمنى المزيد من هناك معارض بإذن الله. ولا قبل الاشتراك ما كنا مستنزرين هالقد، بس بصراحة شفنا شيء حلو، يعني شفنا أنه في كتير جمهور وفي إقبال عليه كتير. بالنسبة
بالنسبة للدعاية وبالنسبة للمنتجات اللي انت عارضها، ايه المميزات اللي فيها؟ بصراحة نحن عارضين مجوهرات، ونحن عنا ديزاينات كتير حلوة ومعروفين بأبو ظبي، وبالنسبة للمعرض كمان عنده اسم حلو هيدا المعرض، وفيها دعاية كتير حلوة. والله المعرض حلو، وفي أشياء وايد، يعني في مثل ما يقولون أصناف متعددة، ويخدم ويقدم خدمات لكل أفراد الأسرة. والله بالنسبة لصف السيارة صراحة يعني في تطور كبير، يعني المعارض اللي كانت تصير قبل ما كان فيها صف السيارة كان صعب جدا، بس حاليا الأمر سهل، الدخول، التنظيم ما شاء الله، يعني ترتيب ممتاز. نعم. وكل أفراد الأسرة معاك ولا حضرتك؟ لا أنا معاي والأسرة كلها موجودة. يعني مبسوطين؟ الحمد لله. اشتريتوا حاجات كتير؟ واضح. اسمي جوزيت أبو زرعة من سالون إيفا بيوتي سبا. نحن مشتركين أول مرة بنجرب نشترك بالمعرض، متأملين أنه يكون نتيجة حلوة إن شاء الله. اليوم موعودين يعني يوم الجمعة، إن شاء الله يكون نتيجة حلوة، وعندنا منتوجات كتير، منبيع من الجي اتش دي لسكراب للجسم، منعمل تاتو بضل أسبوع، ومنبيع أشياء طبيعية، هيدا أحمر شفاف مثلا بضل زهري من الورد الجوري، وعندنا منتوجات كتير يعني غريبة، يعني ما منا كلاسيكال، دايما منبيع أشياء مش موجودة بالبلد، يعني مشان هيك الحمد لله عنا إقبال. عنا دكتور عاهد بشارات، زوجتي سمعت بالتلفزيون انه في معرض وخبرتنا وجينا. التنظيم حلو بس الناس، كثافة الناس كثيرة، يعني فأول وهلة كنت بدي أروح يعني، بس بعدين غيرنا رأينا قلنا خلينا نشوف شو فيه، وخفت الناس شوي يعني، بس معرض حلو ومرتب وفي أشياء كثير حلوة، يعني متأمل انه يكون في معارض بالمستقبل. معرض جميل جدا، وتنظيمه لا بأس به كويس، وإن شاء الله كل سنة بيصير أحسن وأحسن. أنا أول مرة بزوره، الحقيقة شيء حلو ومرتب، وواحد بتعرف على بلدان تانية، منتجاتهم، حضاراتهم، ثقافتهم، يعني شيء مشكل حلو. أول شيء بشكركم وبشكر قدومكم لعنا. أنا نوار شموط من سوريا، عندي منتجات سورية، نحن بنجيب، نحن المصنعين، يعني من المصنع للمستهلك مباشرة. بالنسبة للمعرض، المعرض كتير حلو وكتير منيح، التنظيم تبعه كمان كتير رائع يعني، والحركة تبعه جديدة. بالنسبة لأبو ظبي صار زمان ما صار فيها معرض، ولذلك يعني عم نشوف في إقبال جيد، والدليل إنه في دعاية كانت حلوة، التنظيم كان كتير رائع، يعني هالشي بيبين طبعا من الإقبال الناس. الحقيقة بحب يعني أدي هيون دعوة كمان لهم إنه يزوروا المعرض ويجوا بأسرع ممكن، لأنه في عنا موديلات مثلا، نحن هنا الموديلات الحلوة بسرعة بتروح، فالموديلات يعني أنه كل ما كانوا أسرع كل ما كانوا يعني أخذوا الموديلات الجديدة والحلوة. وطبعا بحب أشكرهم طبعا على مجيتهم، بحب أشكر هنا تنظيم المعارض، بحب أشكركم أنتم كمان كتلفزيون، شكرا لكم على المقابلة. والله إجمال المعرض يعني جميل، وفرصة أنه الواحد يعني يتسوق في مكان واحد عدة مع منتجات أسعار جيدة. يعني بالنسبة للتنظيم، سهولة الحركة، صف السيارة، في السنة هاي كان أفضل بالنسبة للباركينج، يعني دخول من الباركينج للمعرض كان أفضل، حتى بالنسبة للأطفال أفضل لأنه داخل المبنى كله، يعني ما بنحتاج نطلع من برا، حتى لو كان في الصيف يكون في حرارة ورطوبة، لكن الآن الحمد لله ما شاء الله التنظيم ممتاز. هاي منتجات جيدة جدا، يعني فيها شغلات الواحد بيستفيد منها، يعني لأنها من أكثر من بلد يعني بتكون موجودة.